دور الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قويا في حشد الشارع اللبناني ضد وجود الجيش السوري في لبنان. ظهر وليد بك كما يلقب حاملا على ظهره هذه القضية. وأخرجتم جيش الوصاية، جيش نظام الحقد والجهل والدم، وفرضتم المحكمة بإصراركم وعنادكم وإخلاصكم وصبركم وتضحياتكم ورفضتم الفوضى. كان الملك عبد الله بن عبد العزيز يقدر وليد جنبلاط كثيرا، وذلك بسبب علاقة الملك مع والده كمال جنبلاط. في الانتخابات النيابية وفي دائرة بعبدة التي استعصت على جنبلاط آنذاك، قرر عبد العزيز خوجة الذهاب لحسن نصر الله ليطلب منه دعم جنبلاط ويستغل العلاقة الشخصية الجيدة في هذا الملف. جامني كذا مرة حقيقة الرجل، جامني موضوع الانتخابات، وفعلا أعطى الأصوات لوليد، تنازع عنها في الجبل، وهذه في حضوري أنا يعني صار الموضوع ده. فعندما صار الهجوم على أحد المنشآت الدينية في العراق الشيعية، في الواقع كان الشيعة في الحزب وفي لبنان، كان وطلعت على طول قلت له هدي الأمر، ولازم ما بدنا نخليها ناس سووا يعني ناس مجانين. هذا وش الحادثة اللي في العراق صارت؟ هاجة أظن ضربوا أحد الأطرحة المقدسة أو أي شيء، يعني عمل إرهابي صار، وظن أنه عمل من ضدهم من سنة و ضد الشيء، يعني بتعرف الأعمال التخريبية اللي أثناء الحرب الطائفية في العراق اللي تحاولت بتصير نعرات ما بين الطوائف وما بين، ففي الواقع وقف موقف طيب ذاك الوقت ووقف الفتنة بذيك اللحظة. لكن المشكلة في السيد حسن إنه هو بيتبع سياسة إيران في المنطقة، وإيران بتحاول تقنع العالم إنها هي بتحاول إنها تحارب إسرائيل، عشان كده هي عندها أزرع في الشام وأزرع في لبنان، وهي أساساً بدها تحتل هذه الدول كحلم فارسي قديم جداً لها، إنها تجعل البحر المتوسط وتكون لها يد في البحر المتوسط وتكون لها نفوذ في البحر المتوسط، ووجدت من يقوم بمهام حصان طروادة لهم ونجحوا مع الأسف الشديد حقيقة. إحنا في أيامنا يعني الحمد لله كشفنا الموضوع ده، وشفنا إنه يعني العزم مع الأسف الشديد سواء قدروا بقية الحزب أو ما قدروا، هم أزرع قوية لإيران، وأزرع قوية جدا في لبنان، وأزرع قوية جدا في سوريا بالصالح إيران. وإيران فعلا باعتراف لقياداتهم الكبيرة جدا إنهم هم الآن محتلين بيروت ومحتلين سوريا ومحتلين العراق ومحتلين، فيعني وبيدعوا انهم حتى محتلين اليمن، وهم طبعا الحوثيين ذراعهم الثاني في اليمن في اليمن مع الاسف الشديد هذه الوضع اللي احنا بنعانيه، احنا بنخدع باشخاص معينين بعدين يطلعوا انهم هم اذرع لدول أخرى تانية.